يعني أنا بحكم العلاقة وقربي هي علاقة قرابة وصداقة في نفس الوقت، وعشنا في بيئة واحدة، وهذه البيئة جعلت من عند شخصية أنا أعتبره رجل المرحلة في الوقت الحاضر. على الصعيد يعني الواقع المعيشي، هو عاش في تلك المرحلة الصعبة بعد أن أعدم والده في عام 1980 لانتمائه إلى حزب الدعوة. 1980 أعدم والده وهو كان صغير، وعاش مظلوما، والذي يعيش مظلوم لا نتوقع منه أن يظلم الآخرين لأنه عاش المظلومية بذاتها. ولكنه أصر على أن يكمل دراسته وأن يواصل، ووصل فعلا بعد أن كمل كلية الهندسة، الهندسة الزراعة في أبو غريب، بعدها بدأ العمل الأكاديمي، يعني تعين مهندس زراعي، ومن ثم تدرج بعد السقوط يعني دخل معترك السياسة، وكنا معا وداعمين له بقوة، وتدرج هذا التدرج الوظيفي إلى أن أصبح وزيرا لعدة وزارات، جعلت من عنده شخصية أكاديمية كفوءة مهنية، استطاع أن ينجح في كثير من الوزارات. وفي نفس الوقت هو عمل أيضا عضو مجلس النواب، فهو يجيد العمل في الجانب التشريعي ويجيد العمل في الجانب التنفيذي، وهذه الجهتين الأساسيتين للعمل السياسية تدعمه بأن يكون يعني رجل المرحلة اللي نمر بها الآن، وهي مثل ما تعرف حضرتك ظروف صعبة وتحديات خطيرة، سواء كانت هذه التحديات الدولية أو تحديات محلية، خصوصا التحديات المحلية اللي تتمثل بتردي مستوى الخدمات بشكل كبير، الفساد الكبير، المستوى المعاشي